الاساس هذا ولا من هواش ولكن هادشي ما مطولش الله يحفظكم هاني ولدي. جينا ولدي، جينا من بني ملال، جينا باش نشوفوا هاد المنيظر هنايا. باللي جينا دابا يا دخلنا ما لقيناهم حبسونا، ما خلوناش ندخلوا، ما عرفناش علاش. دابا باللي سولناهم وداكشي قال لك اودي كاين شي ما تدخلوش، كاين شي شي مشاكل، شي فوضى وداكشي تيديروها على الداخل. ما حبسونا ما خلوناش ندخلوا، حنا راجعين بحالاتنا ما عرفناش علاش، وهذا الشيء اللي كاين. حنا الناس اللي خدامين هنايا المهم كنسهروا على راحه البال، اي واحد جا لهنا، اي زائر جا لهنا الحمد لله كنرحبوا به، والحمد لله بلادنا زينه كما كتشوفوا، الامن والامان والسلم، والحمد لله كما تشوفوا الطبيعه زوينه هنايا وزوين والاجواء زوينه، كاينه بلايص كلاسي. وكما شفتوا هاد السيمانه دي بان كان واحد الاكتظاظ اللي كثير، لان ما عمر اشرح نهائيا عمر بحالك، ما كانوش عباد الله كاع مطبقين القواعد ديال السلامه الصحيه، ما كاينينش ديال الكمامات، متباعدين قاربين بعضياتهم، يعني كان مشكل بزاف كبير. يعني ولو حنا المسؤولين حنا تنسهروا على هادشي باش ننظموا هادشي، والحمد لله منظمين ودايرين مجهودنا، والحمد لله السلطات ديال التكزيرت الحمد لله معاونين معنا مزيان، وكنشكرهم من هذا المنبر، وكنشكر المسؤولين ديال الجماعه ديال التكزيرت، واللي كنطلب منهم انهم يتعاونوا معنا، يزيدوا لنا بانهم خاصنا طريق وخاصنا ضوء، بان هنا ما كاينش اشرح، ما كاينش طواليطات، كاين غير الشجر. حنا محتاجين البركاسات بين غادي لابوبل باش بقى يحطوا الزبل الناس، محتاجين نعيش شويه ديال الدعم، غير واحد الاتفاده بسيطه. وحنا الحمد لله راه حنا راه ما عندناش فين غنمشيو، حنا راه ولاد البلاد، هذا هو حنا فين خدامين، حنا فين تناكلوا الخبز، حنا فين حلينا عينا تناكلوا الطرف ديال الخبز، وراه اي واحد تيجي بخاطره الحمد لله تيمشي بخاطره، والحمد لله اللي جا تيمشي بخاطره من طنجه حتى للقويره. وحنا اللي تنطلبوا منكم هي ان تعاونوا معنا غير بشويه، غير واحد الالتفاته. احنا جينا من بني ملال، جينا هنا الاجرو ما خلوناش ندخلو، قال لك كان شي اكتظاظ وداكشي على حساب كورونا وداكشي ما خلوناش ندخل، ودابا حنا راجعين بحالنا. اه كتعجبنا بزاف، حنا علاش جينا لا، ولكن دابا حبسونا ما خلوناش ندخلو. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.